أرسل الهلال الأحمر العراقي أول دفعة من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة ضمن سلسلة مساعدات يتم إرسالها تباعاً بالتنسيق مع الجانبين المصري والفلسطيني. نتابع من قاعدة محمد علاء الجوية العسكرية في العاصمة العراقية بغداد عملية إفراغ شحنات المساعدات العاجلة التي أمر بها القائد العام للقوات المسلحة محمد الشاع السوداني، حيث جهز الهلال الأحمر العراقي ما يقرب من 32 طنا من المساعدات. هذه الدفعة الأولى التي تضم 18 طنا تضم مواد غذائية وكذلك مساعدات طبية. من المفترض أن تصل هذه المساعدات إلى قطاع غزة في تحرك ومبادرة للتضامن ومؤازرة الشعب الشقيق في قطاع غزة. نشاهد الآليات العسكرية وهي تقوم بإفراغ هذه المساعدات على مدرج القاعدة، وبالتالي سيتم إرسال هذه المساعدات عبر طائرتين عسكريتين عراقيتين بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وكذلك الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه المساعدات كما أسلفت هي تأتي ضمن سلسلة من المساعدات التي والدفعات التي سترسل إلى الشعب الفلسطيني وتحديدا إلى قطاع غزة المحاصر، ضمن مبادرة أطلقها رئيس الحكومة من أجل جمع المساعدات والتبرعات من قبل المؤسسات وكذلك التجار وحتى المواطنين، سواء كانت هذه التبرعات مالية أو عينية. وستقوم الحكومة العراقية بإرسال هذه المساعدات على شكل دفعات تصل إلى قطاع غزة. رائد المعموري، ترتعربي، بغداد.